هذه حكاياتنا. أما بالنسبة أن صاحب الجلالة طبعا هو غير كل شيء الحمد لله، يعني الواحد يعني باليوم وليلة تحس بالتغيير، كل يوم تحس بالتغيير، كل يوم نحس بالتطور، ما بالك بالسنة. شوف أنا رجوعي للسلطنة في 1971 تقريبا 72، يعني في الصيف تعرفي المهاجرين أو اللي اغتربوا أغلبيتهم في الصيف رجعوا أحيانا، والسبب الرئيسي يمكن هو الرطب والأنبة، لأن في بعض دول الخليج ما فيها هذه الأمور، فأغلبية العمانيين إجازاتهم في الصيف. إحنا كنا نرجع أحيانا وأحيانا ما نرجع، بس حسن الحظ وحظنا إحنا في ذيك السنة 72 رجعنا بعد شهر من رجوعنا تولى صاحب الجلالة الحكم شهر 7 في الصيف. وطبعا كان النية بعد ما نخلص المصيف هني نرجع مرة ثانية، نرجع إلى الدول المجاورة الخليج اللي عشنا فيها. فلكن خلاص يعني كان عندنا تفاؤل أن أكيد الوضع بتغير بعد ما هي صاحب الجلالة طبعا. وحضرنا أثناء وصول صاحب الجلالة إلى مسقط في بيت الفلج وادي الكبير الحين كان المطار، وفرحنا كلنا وأهالينا، ورحنا في مسيرة مني لين وصلنا واستقباله وكذا، وخلاص تأملنا خيرا في أن قدوم صاحب الجلالة سيغير كل شيء، وسنستغني عن الغربة وعن السفر وعن ترك البلد يعني. فبالتالي استقرينا في البلد، ويعني صاحب الجلالة تولى مقاليد الحكم وفعل وعد الشعب العماني سيسعى بذل جهده لجعل الشعب سعيد، وطلب من الجميع في خطابة أن يساعدوه من الشعب بشكل عام. وفعلا تفاعل الشعب العماني وإرادته هو القوية ووعده اللي أوفى فيه لحد اليوم، احنا نشوف عمان الحمد لله فيه أفضل نعمة وأفضل خير. فبالتالي الكل تكاتف، وإحنا صرينا إن احنا ما نطلع ولا نسافر، نقعد نحاول إن نساهم في نهضة البلد، إن ما نخرج حتى لو ما تحصل عمل شهر شهرين. وثم عاد استمريت في الإذاعة لعدة سنوات، منها صرت لقسم البرامج الثقافية رئيس كقسم، بعد أول شيء رئيس قسم المذيعين، بعدين رئيس قسم البرامج الثقافية، بعدين لما بديت يعني أمارس الهواية اللي هي الدراما، وأسسنا طبعا أسسنا في البداية 74 فرقة اللي هي فرقة مسرح الشباب الآن، إحنا كشباب بداية حياتنا، وبعدين بدينا نفكر كيف نعمل قاعدة للدراما في التلفزيون والإذاعة. أنا ما شاركت فيها، بعض الممثلين موجودين منهم، بعض الممثلين ما يعني اعتزلوا الفن ذيك الأيام كان. وبعدين بدينا نفكر بشكل أوسع نعمل مسلسلات، ففكرنا أنا والمرحوم الخصيبي وأمين عبد اللطيف ومجموعة الفنانين نعمل مسلسل للتلفزيون عبارة هو عن فوازير ومسلسل اللي هو الشايب خلاه، كنت تسمعون عنه. وقمنا بإعداده وتأليفه أنا والمرحوم جمال الخصيبي هذا المسلسل. وجبنا أمين عبد اللطيف وودينا النص المسؤولين وشافوه وقالوا هذه مجازفة، بعض أنتم ما مؤلفين ولا شيء. قلنا إحنا ما مؤلفين، لكن إحنا قاعدين نحاول نعمل شيء، ونعرف إحنا داخلين في مغامرات، لكن هذه بدايات، وطالما بدايات إحنا نتعلم من بداياتنا ونتعلم من أخطائنا إذا كان أخطينا. أكيد هذه اسمها هاي 1981. فعملنا العمل وتكاتفنا في العمل هذا، وتغاضينا عن بعض الأشياء، كالأجور أعطونا طبعا لكن تغاضينا تنازلنا، لأننا هدفنا هو أن كيف ننهض بالدراما. والحمد لله العمل اللي عملناه وجاز طلع
وكسبنا ثقة المسؤولين في التأليف، وكسبنا ثقة الجمهور أيضا في فن وممكن في متلقين، وهذا داعم لنا من الجمهور أعطانا شجعنا أكثر، وبالتالي استمرينا نكتب ونشتغل. بعدين عاد وهني أيضا ممارسة علمتنا صقلت مواهبنا أكثر. بعدين عاد التلفزيون أخذ يبذل جهد باستقطاب مخرجين، استقطاب مؤلفين، جاب نعم مؤلفين ومخرجين وكذا، فبدأت الدراما تنطلق انطلاقة جيدة ومتطورة لين عصرها الذهبي. طبعا صحيح يعني الدراما شوية في تراجع في المستوى، لكن إن شاء الله أتمنى أن ترجع لمستواها الطبيعي إن شاء الله في المستقبل العاجل أو في المستقبل القريب لا أراد الله. السنين يعني عمان دول عاشت سنين ما حققت اللي أنجزت عمان واللي صاحب الجلالة عمل في هذا البلد، فالحمد لله كنا دائما يعني إحنا أيضا صرنا نواكب هذا التطور، نواكب الطحنة يعني نهتم بثقافتنا، نهتم في أعمالنا، نتطور في أفكارنا، نتطور في كل ما نسعى إليه في جهودنا يعني، فكنا كنا نسايا التطور، والحمد لله يعني أعمال اليوم أصبحت شيء يشار إليه بالبنان من جميع دول العالم يعني عامة والخليج بشكل خاص.